وللحديث عن تأكيد حكومة كاظم أن السنة المالية المقبلة ستكون بلا تعيينات أو مشاريع جديدة رغم وجود وفرة مالية بعد ارتفاع أسعار بيع النفط وانعكاس ذلك على واقع العراق الاقتصادي والاجتماعي. معنا من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياك الله دكتور. كيف تقرؤون إعلان الحكومة الحالية في العراق أنه لا فائض مالي لديها رغم وصول سعر البرميل إلى أكثر من 70 دولارا للبرميل الواحد؟ أين ذهب فارق 30 دولارا عن السعر المثبت في الميزانية؟ حقيقة ما يحصل بالعراق من ارتفاع كبير كما تدعي الحكومة بارتفاع الاحتياطي النقدي بحدود أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان بحدود حوالي 51.9 مليار دولار. هذه الزيادة لم تأتي من خلال عمل مشاريع استثمارية لدعم الإيرادات النفطية أو غيرها، وإنما هذه جاءت الزيادة من خلال فروقات عمليات صرف الدينار العراقي من 1200 إلى 1450 أو إلى 1448 وغيرها، كما هو يحصل في مزاد العملة في البنك المركزي العراقي. هذا الفائض استفادت من عند الدولة الحكومة فقط، ولكن انعكس سلبا على ارتفاع أسعار المواد بكل أشكالها، خصوصا وأن العراق يستورد المواد بنسبة لا تقل عن 91% من احتياجاته من خارج العراق. ولذلك نلاحظ هناك امتصاص كبير جدا من عمليات بيع العملة في البنك المركزي العراقي بشكل غير واضح المعالم للمواد الداخلة إلى العراق. لا يوجد تناسب بين ما يتم دفعه بالعملة الصعبة وعمليات الاستيراد للمواد والبضائع، ولذلك غسيل الأموال المستمر بهذه الطريقة ازداد بشكل كبير، رغم تصريحات الكاظمي في أبريل الماضي بأننا استطعنا من محاربة الفساد في عمليات بيع العملة وغيرها، وهذا غير صحيح. إضافة إلى أن المستشار السيد مظهر محمد صالح استبعد بشكل كبير جدا إجراء تحولات هيكلية خلال فترة قصيرة بإيجاد مصادر تمويل بديلة وسريعة في الاقتصاد الأحادي الريعي الضعيف التنوع ما لم يتم اللجوء إلى الاقتراض، أي بمعنى أن الدولة معتمدة على عملية الاقتراض في عمليات توفير الأموال لسداد المرتبات، وبنفس الوقت معتمدة على الارتفاع في أسعار النفط. الفرق الكبير واعتمد بحدود حوالي 50 وليس 45، حيث تم تعديل الموازنة قبل اعتمادها باعتماد 50 دولار للبرميل الواحد، أي أن هناك فرق كبير أيضا. واليوم أسعار النفط تتراوح بين 65 إلى 69 دولار للبرميل الواحد. إذن هناك فروق كبيرة جدا، ولكن حقيقة ما زالت عمليات الهدر وعمليات الاستنزاف واللجوء إلى عمليات سرقة الأموال العامة من خلال مشاريع غير واضحة المعالم وقد تكون وهمية، أو عمليات التحويلات الخارجية لعمليات الاستيراد. هذا هو الاستنزاف الكبير، إضافة إلى أن عدد الموظفين والمتقاعدين الذي يتراوح بين 6 إلى 7 مليون موظف ومتقاعد بالعراق، هذا يمتص بحدود حوالي أكثر من 65% من الموازنة. طيب دكتور، أنت تتكلم هنا عن خطط، يعني لماذا لماذا الحكومة مثلا ليس لديها خطط أخرى لسد العجز بمعزل عن اللجوء إلى الفائض من أسعار النفط؟ حقيقة البيئة كما أشار حتى السيد مظهر إلى ذلك، أن البيئة غير مؤاتية لعملية استثمار حقيقية للإيرادات القادمة من النفط لا توجد، حيث أن الديون المتراكمة على العراق
والعمل على سدادها، إضافة إلى أشكال الفساد وعمليات الهدر المالي المختلفة. هذا كله يستنزف الإيرادات القادمة من النفط. ولذلك نلاحظ ما طرح في الورقة البيضاء حقيقة والتي هي غير واضحة المعالم، وأكد المستشار على ضرورة أن يتم إقرار قانون، أي تحويل الورقة البيضاء مع إمكانية تعديلها بشكل واضح إلى قانون لتطوير الاقتصاد الريعي العراقي. هذا لم يتم ما زال لغاية الآن، وإنما الورقة البيضاء ما هي إلا عبارة عن عملية وضع امتصاص لحالة النقمة الكبيرة جدا من قبل الشعب العراقي. طيب، أداء الخدمات بكل أشكالها. دكتور، في هذا الإطار الذي يحصل اليوم في العراق، ما هي الخطورة من على الموازنة مثلا من توفير وظائف أو استثمارات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة؟ ألا يمكن يعني مثلا أن توفر عائدا أكبر من نتيجة سد العجز؟ حقيقة الصناعة والزراعة حاليا لا تشكل في الإجمالي الناتج الإجمالي المحلي أكثر من 7% من الناتج الإجمالي المحلي، علما بأن القوى العاملة في مجال الصناعة والزراعة بالعراق تقدر بحدود 37% من قوة العمل، وهذا شيء متناقض بشكل كبير جدا. من المفترض أن الزراعة والصناعة تشكل ما لا يقل عن 30 إلى 35% من الناتج الإجمالي، ولكن بصراحة سوء التعامل مع عمليات الإنتاج وفتح الأبواب على مصراعيها للاستيراد كل شيء، هذا هو الذي عطل كثيرا من المشاريع الزراعية وعطل عمليات الإنتاج واستعادة المصانع وغيرها. ولذلك نلاحظ أولى الناس المتضررين هم الحرفيين بكل أشكالهم، إضافة إلى الصناعات المغلقة سواء حكومية. دكتور بايدن، بعيدا عن العجز المالي، بعيدا عن الصناعة، بعيدا عن الزراعة، يعني ألا يجب على الحكومة أن تتدخل لصالح المواطن الذي عانى كثيرا من تداعيات فيروس كورونا؟ إذن لماذا لم تغيب هذه الإجراءات في دولة نفطية غنية مثل العراق؟ حقيقة هناك ضغوط كبيرة جدا سواء خارجية أو ضغوط من قبل القوى السياسية التي تنحني حقيقة أمام الأجندات الخارجية في عدم تطوير أي شكل من أشكال الإيرادات غير النفطية. ولذلك نلاحظ حتى الإيرادات النفطية، العراق يسعى عام 22 أن يعمل على إنتاج ما لا يقل عن 8 مليون ويعمل على تصدير 6 مليون برميل، ولكن للحفاظ على الأسعار وما فرض في أوبك من عمليات تخفيض الإنتاج وفرض على العراق بحدود حوالي 1,050,000 برميل يوميا على تخفيضها، إذن هذا المشروع أيضا مشروعا فاشلا تقوم به الحكومة لعمليات التعويض للإيرادات وتعضيدها والعمل على سداد الديون المتراكمة. ولذلك نلاحظ خلال فترة زمنية قصيرة تم إقرار قانونيا من مجلس النواب يسمح للحكومة بالاقتراض، وهذا شكل خطورة كبيرة في زيادة الديون على الدولة سواء ديون داخلية أو ديون خارجية. الخبير الاقتصادي الدكتور صباح الله، وكنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.